كانت زيارة مهمة ومباحثات ما بين الرئيس عبد الفتاح السيسي وعاهل البحرين الملك حمد بن عيسى، وفي صدارتها كما استمعنا في المؤتمر الصحفي القضية الفلسطينية وتبعاتها وحقوق الشعب الفلسطيني والرغبة في إنهاء أيضا الاحتلال والعدوان الغاشم وإنهاء الحرب في قطاع غزة. احنا هينضم إلينا الآن هاتفيا سيادة السفير رخا أحمد حسن مساعد وزير الخارجية الأسبق. برحب بك سيادة السفير، أهلا بك في الخلاصة. أهلا بك وسادة المشاهدين. أهلا بحضرتك. يعني استمعنا منذ قليل لتصريحات من الرئيس عبد الفتاح السيسي ومن عاهل البحرين، يمكن مجملها وأغلبها كان متعلق بالقضية الفلسطينية، فضلا طبعا عن عمق ومتانة العلاقات البحرينية المصرية. كيف تنظر إلى هذه الزيارة في ضوء مستجدات الحادثة في الإقليم، خاصة طبعا أنه الخليج العربي بتشابك مصالحه مع المصالح الإيرانية، وأيضا هناك رغبة عربية في إحلال السلام وتواجه تحديات، كيف تقرأ هذه الزيارة؟ يعني الزيارة بتأتي في توقيت مهم للغاية. أولا كما ذكرت ان في حالة التوتر الشديدة الان بين ايران واسرائيل وما تحمله من احتمالات لتوسيع نطاق الحرب، الكل لا يرغب في هذا، حتى ايران نفسها لا ترغب في هذا، وبالتالي فان دول الخليج ستكون اكثر الدول تأثرا اذا ما اقدمت اسرائيل على كما حذر رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضرب المفاعلات النووية الإيرانية، فده شيء خطير للغاية. أيضا أن لا تكون إيران يعني لوحدها إذا دخلت في حرب مع إسرائيل، لأن لها نقاط ارتكاز في عدة دول عربية، لها في جنوب لبنان، في سوريا، في العراق، في اليمن، فبالتالي ده يشعل المنطقة وتدخل في حرب لا يريدها أحد، حتى بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية. يعني حذرت إسرائيل وقالت له أن لو إسرائيل قامت بعمل عسكري ضد إيران فده هيكون يعني على مسؤوليتها ولن تشارك الولايات المتحدة الأمريكية. فده ملف يعني مهم للغاية، مش مرتبط به أيضا عمليات اللي بيقوم بها الحوثيين ضد السفن المرتبطة بإسرائيل، وأيضا ضمت إليها السفن الأمريكية والبريطانية باعتبار أنهم يعني قاموا بأعمال عسكرية ضد الحوثيين في اليمن. دي بتأثر بالتأكيد على الملاحة في دول الخليج ومنها أيضا البحرين ودول الخليج الأخرى. لجانب الملف الأزمة، أزمة الحرب الوحشية التي تقوم بها إسرائيل على قطاع غزة وضرورة تطبيق قرارات الأمم المتحدة، هناك قرار من الأمم المتحدة القرار 27-28 بيطالب بوقف إطلاق النار ولم ينفذ، هناك أيضا القرار 27-20 لمجلس الأمن بشأن إدخال مساعدات كافية وبكميات كافية للفلسطينيين، لأن هناك تهديد بحدوث مجاعة وإن لا يجب تقوية الشعب لأن دي جريمة ضد الإنسانية وجريمة حرب. فالرئيسين او العاهل البحريني والرئيس السيسي اكد على ضروره تنفيذ هذه القرارات. هناك ايضا ملفات عديده اعتقد ان تم التشاور فيها بمناسبه قرب انعقاد القمه العربيه في البحرين، فالبحرين ستستضيف القمه، وبالتالي عاهل البحرين بيؤكد للرئيس السيسي الدعوه للمشاركه في هذه القمه القادمه، والعالم العربي بيحفل بالعديد من الأزمات سواء الأزمة في السودان أو في ليبيا أو في سوريا أو في اليمن، حالات الاحتقان في عدة دول، فبالتالي هيكون ملف يعني مليء بالقضايا. أيضا طلب السلطة الفلسطينية من مجلس الأمن الانضمام بعضوية كاملة إلى الأمم المتحدة، وده سيبحث غدا إن شاء الله. وده أشار إليه ملك البحرين أيضا والرئيس السيسي اليوم. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا سيادة السفير رخا أحمد حسن مساعد وزير الخارجية الأسبق، شكرا جزيلا.